تحية الموقع جريدة أصوات. خليني التفاتيتك دائما فيما يخص مشكل السوق من قطاع التجارة اللي تجي لديك الحسيمة. نش عادل البوشعيبي، عضو مكتب الإقليمي النقابة الوطنية للتجار المهنيين إقليم حسيمة، ومثل تجار السوق الثلاثة. فيما يخص التطورات، من آخر تطورات اللي تجي للسوق الثلاثة، سواء بعد خاصة بعد الحريق اللي وقع لهني مغيث الجميع من 26 أكتوبر العام هو 2020، نوض بعض النتائج، يعني بعض المطالب تحقق شوي شوي المسؤولين على مستوى محلي. قبل الحريق كوانيتي إلى ذهني جن عملية تسقيف السوق، جن عملية يعني أوراش داخل السوق، إلى جان أوراش شاموخ، إلى جا بعلم جامعي أنه إلى 2016 جن ديج المرحلة ممكن تعيش السكينة، كتطور التوقف العودة للعمل، التوقف العودة للعمل، حتى انه في المرحله الثانيه الى غايه 2016 الى غايه 2018 مغسلين الجميع التومي انه تجاريا، وظن انه تحت الجن الطريقه التعامل له ثانيتين التوقف عوده الاشغال. الا من بعد 2018 العمل تسقيف فوريتي في مجرى ينس عادي يخدم مخ جحاليا رخا وزار السكينة ديال الحسيمة أنه الأطوار من سقيفاوا كوانت ما يوظن تروخا المشروع اللي يقولني نورمالمون ومي بدي بانطلاق الناس يتم التغيير ينزل مقاولة إلى مقاولة أخرى إلى نظام زكاروت لأسباب تسمح تناس المشروع سليج مقاولة كوندا تخدم الى ديج 30 جيم ديال المشروع هذا في الثانيتي اخر الشركه غيخدم منها استكمال مشروع هوانيتي كوداكس جي كوداكس راح نوض على المرحله الى جان اصعب مرحله تجاريا، لانه ولاكس تسقيف ولاكس تخدم الطم كران تلاكس تشبع طم كرانين اخوان اجنينات اخوان اجن مده معينه السوق ثاني تزاد وش خرج خلاصة يعني ما يروض المشروع ذاك 6 شهور روخا المشروع يكثى شهرين ينس، لأنه المشروع نين سكن تغطية وذاك الشيء أنه تشبيون صدار عوها بدل ذاك أنه الطبليت الشوارع بدل عدد الشوارع عشان بنية تحتية ناس يكون لازم ساكن وامان ووضع الحار إلى آخره. يعني روخ يالله ذا المرحلة يعني جزء المرحلة نتسقي في الكمر هو أنه هذيك التغطية نثني روخا كمرنت يعني كمرنت ديج المده شهر الى يتم اخلاء نيغ توقيف اشغال ديال السوق جانب التجاره يبدني تجاريا ديال الاتفاقيه ما بين النقابه الوطنيه للتجار المهنيين ديال الممثلين التجاريين السوق الثلاثه وكذلك السلطات المعنيه لجيج اللقاء يتخذ القرار بالاجماع انه السوق 19/10 19/11 باش تكمل السكيف مني وخا يعني ذا جزء ثانيتي يقول التغطية يقول كيجن المصاري عادي يخدم، إلا أنه السوق حاليا تعيش يجن مشكل يجن الكارثة وسي جبناهم بو الحساب هو أنه الحريق من بعد إلى الدني التجاريين من 19/10 بدين نعم 26/10 كينا في الشهر يتوفاجئ التجاريين يتوفاجئ الساكنة الحسيمانية الإقليم بكامله خا الحريق اللي يدي سبحان الله الفجاع الحريق قوانيتي إلى يومنا هذا منسيش النتائج تحققات إلى يتجان لأنه بعد الحريق مخ إلى يتجاكيج البلاغ النقابة الوطنية للتجار المهنيين على مستوى الإقليم طالب سيتي جايز فتح التحقيق وكذلك مطالب بالتعويضات انسان طالب بإعادة الهيكلة ومغني حقا من اجل تسمى استمرارية السوق هو الى غاصي نبدا التاريخ هي الماكين ديال الحسيمة باعتباره من اقدم اسواق الى يتجان يعني الى يتجا قبل المارينات الى يتجا قبل المارينات لانه
كلمانيه ديال الله بدان بنيت الناس اللي خونا تبعونا من تالي تسوا قبل اذا ديت الاسماء ربما انه قديم السليكتاز قلنا سنين ذا نوض 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 النقابة الوطنية للتجار المهنيين المسؤول الاقليمي السيد العميل المسؤولين من الدنيا على المستوى المحلي كيج اللقاء الى يجي نهار 27 يحضرك السيد القصيف السيد العميل يحضرك رئيس المجلس البلدي كذلك رئيس المجلس الاقليمي قال لي جاي ايجابي الى جاي ايجابي ايجابي لانه بعد اللقاء هو يتم تشكيل نين ليجان الى جا التوضيح حسن كيج البيان ديال النقابه ولكن لدي عنا نوض نوضه الى جا يجنا اصلا الضوء بلوس هاد التطورات اللي كيتجا من كيما هنايا الى جا تشكيل جنين ليجان يجي لجنة غير جا تقنيه يجي لجنة غير جا تما احصاء خسائر اللي جا كي السكن روح الساعة الثالثة يعني نوض النهاية اللي جانا فينا سلمها من سنة كيت المهام سنة من ثلاثة هو انه لجنة الاحصاء الى جا النقابة بلوط التجار المهنيين شنو كالطرف داكس كاعضاء كالجنة نقوم الى جانب المؤسسات المسؤولة إحصاء جرد الخسائر اللي جان كي السكني سواء عدد نتحونا اللي جان 59 محل إلى راح يحقق التمر بجانب إلى بعض المحلات يقارب يعني 20 محل إلى يعرض خسائر جزئية يعني رقفيت العفيف على مستوى طواظ خوص ديس إلى آخره وكذلك تم احصاء الجنايه ثانيتي الخصائص الماديه للساحه الغاصبه التجاريه ثانيتي كي تجارينا كممثلين التجار السوق ثلاثه كطورتي جنك الجاي نوض نوض الصيغه النهائيه نغيج المعيار النهائي من التعويض تجارينا فينا ثقف طرفا من طرف الجنايه ثانيتي الى السيد العامل مشى اكسكسين قرار نهائي وكذلك ديال اللجنه الثانيه اللجنه الثانيه هي اللجنه التقنيه الى ذويان غروخت بزاف لانه باش تدير اعاده الهيكله اتار التحونه اتار الشوارع اتار السكني اجن اتار اجن القفزه اجن اجن المرحله المرحله اتار اجن السكن نموذجي ولو انه ديري جزء ايوا لانه السوق يقع السوق اعاده الهيكله الجزء اللي حقن وماشي السوق يكمل ويانا روحت ولكن نوض النهائي ديكا المهندس يتكلف العمله اعاده الهيكله بعد انه كاين التشاور ما بين المهندس العمله تجاريا لانه نلقى نتشاور الجميع نحاول نرضى الجميع هذه السوق نموذجي برضا الجميع يعني في اخر المطاف بعد النقاش ويا نغيش المده المغا الجنايه التقنيه ما بين المهندس التجاريين نشتي كطرف ممثلين التجاريين نوض اجل الصيغه النهائيه ونظريت انه تيلي نموذج ديال دي عسيمه ونتمنى انه توشج نتيجه مستقبلا ومره اخرى كنحيي جريده اصوات الالتفاته ديالها على مستوى ديال عسيمه خاصه الالتفاته اللي كدير قطاع التجاره وكما كان يعني هنا نجيو نشرحوا اخرى تطورات فين فين وصلنا في على مستوى ملف الحارق السوق الثلاثاء اللي شب فيه يوم 26/10 من هذه السنه انه بعد اللقاء اللي جمع ما بين الممثلين التجار والسيد العامل 27 وصل الى تشكيل لجنتين لجنه احصاء وجرد الخسائر الماديه للتجار وكذلك لجنه اعاده الهيكله اللجنه التقنيه من اجل اعاده الهيكله للسوق تم هذه اللجنه تم الوصول الى صياغه نهائيه من لجنه احصاء الخسائر الماديه وصول الى صياغه نهائيه تم رفع هذا الملف للسيد العميل وكذلك وصول الى تصور نهائي مع اللجنه التقنيه حول اعاده الهيكله الطرف الذي شب فيه الحريق وكنشكركم مرة أخرى كنشكروا جريدة أصوات وكما نشكر جميع المسؤولين اللي ساهموا ودفعوا من أجل التعويض وإعادة الهيكلة للسوق وإعطاء دفعة
التجار من الاستمرار في قطاع التجارة، وشكرا مرة أخرى. شكرا على المشاهدة. إذا أعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بكم.